سيف الدين سامح، عضو اتحاد طلاب جامعة النيل. والله احنا الحقيقه احنا مستغربين ليه النهارده ما استلمناش. احنا المفروض رئيس الجمهوريه ومفروض رئيس الوزراء كان وعدنا ان قبل نهايه الشهر هنكون استلمنا مبانينا. اديكم شايفين النهارده 1/5 المفروض ان زويل فضل المبنى. في مشكله الحكومه ما جاتش سلمتنا، المشكله دلوقتي كلها بقت عند الحكومه واحنا مستغربين التاخير، ايه السبب مش فاهمين يعني. والله احنا مش عارفين، احنا استغربنا ان لسبب غير معروف الحكومه افتكرت ان النهارده اجازه، مع ان رئيس الجمهوريه قال لنا من 3 اسابيع ان احنا هنستلم يوم 1/5. انا مش عارف الناس دي كانت فاكره ان واحد كانت ناسيه ان 1/5 اجازه مثلا، او ايه مدى صعوبه ان هو يمضي على ورقه قرار. حتى لو النهارده اجازه ما هو بيمضي في جمعه وسبت وحد، مش فارقه معاهم يعني، ما تفرقش موضوع اجازه ومش اجازه. ده لو عايز يمضي قرار دلوقتي يمضي قرار دلوقتي. في مماطله غير مفهومه، في حد بيعرقل تنفيذ الحكم واحنا مش قادرين نفهم ليه. نادر عبد القادر، رئيس اتحاد الباحثين بجامعه النيل. هي مماطلة من الحكومة وتخاذل. أنا مش متخيل إن رئيس دولة وحكومة يصرحوا بإن جامعة النيل هتستلم مبانيها يوم 1/5، وبعدين يجوا يوم 1/5 يقولوا 1/5 أجازة. أعتقد إن رئيس الدولة وأعتقد إن الحكومة عارفين إن يوم 1/5 أجازة، عارفين إن هو عيد العمال، فبالتالي ما ينفعش إن هو يجي يضحك عليا ويتصل بإدارتنا إمبارح ويقول لنا ده النهاردة أجازة مش هينفع نسلمكم، هنسلمكم الأسبوع الجاي ومعلش أصل في إجراءات بناخدها. ده تخاذل من الحكومة، دي حكومة بتحاول تعطل تنفيذ الحكم وبالتالي تتحمل مسؤوليتها القانونية في عدم تنفيذ الحكم. إحنا هنرفع قضية على رئيس الوزراء بعدم التنفيذ وهو يتحمل مسؤوليته القانونية. اي وعود احنا واخدينها انا مش متفائل لها اي شيء، لان من الواضح ان الدوله بتماطل. دي مش اول مره الحكومه تدلنا وعود وما تنفذهاش، واعتقد ان هم على وعي تماما بمدى صعوبه قضيه جامعه النيل. لو كان عايز يطلع القرار امبارح كان طلعه، يعني على الاقل كان طلع القرار وقال مش هننفذه يوم الخميس، لكن ما يطلعش القرار اصلا. طبيعي ادارات بتتكلم وبتتكلم كلام رسمي، لكن احنا انا كممثل الباحثين انا شايف ان الحكومه تخاذلت جدا معانا واللي بيحصل ده غير مقبول. انا اسمي نانسي مصطفى، المتحدث الاعلامي باسم طلاب جامعه النيل. المفروض احنا خدنا وعد من رئيس الجمهوريه عدلي منصور ان احنا نخش المباني قبل اول مايو. النهارده 1/5 وبعدين النهارده طلع اجازه، فالحكومه ما بتمديش على قرارات قبل 1/5. بقالهم 3 اسابيع من يوم 6 ابريل ما مش عارفين يمضوا على قرار واحد. انا مش عارفه ايه التهريج ده. هم تقريبا القانون، غالبا القانون مش فارق معاهم، تنفيذ الحكم مش فارق معاهم، ولا هم بيحبوا مدينه زويل، ولا في تحيز واضح، في تباطؤ وفي تحيز واضح قوي لمدينه زويل. انا مش قادره افهم ايه سببه، مع ان احنا واخدين 3 احكام من المحكمه الاداريه العليا، فانا مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل. القانون بيقول ان احكام تنفيذ احكام القضاء واجب والحكومه ما بتنفذش حاجه. النهارده 1/5 والوعد كان من 3 اسابيع، ايه بقى؟ احنا هندي الحكومه مهله لحد يوم الاحد الجاي، يطلعوا قرار ونكون جوه المباني يوم الاحد الجاي، هنرفع جنحه على الدكتور ابراهيم محلب وهنبتدي ناخد اجراءات تصعيديه. محدش بقى ما يلموش غير نفسهم يعني، احنا استحملنا كتير جدا وخلاص كده. مدينه زويل يعني احنا نيجي مثلا هنيجي ندخل دلوقتي المباني، مدينه زويل هتقول لك مش احنا المفروض نسلمكم، انتوا المفروض الحكومه تسلمكم، مشكلتكم مع الحكومه، روحوا كلموا الحكومه عشان ننفذ. يعني نروح الحكومه دي بنكتشف ان في الحكومه ان اصلا مدينه زويل هي المتعنته وهي اللي مش راضيه تنفذ، عشان بيطلبوا طلبات يعني غير منطقيه تماما. مدينه زويل بتطلب من الحكومه ان هي تستقل يعني الاتفاق ما بيننا وبين رئيس الجمهوريه لان ندخل 1/5 ان جامعه زويل هتستضاف في المبنى الاكاديمي لمده سنه، ان هم يبقوا اقامتهم محطوطه غير محدده، يعني يقعدوا براحتهم من الاخر يعني، وفي الاخر عايزين يعسفونا يعني. والمطلب الثالث عايزين تعويض، مش فاهمه تعويض لايه بالظبط يعني. احنا اللي متضررين، ف مع الواحد مش فاهم يعني. هم ده مش دي مش تصرفات اداره، دي مش تصرفات اداره بتحاول ان هي تقوم مكانين للعلم واهتمام للعلم. هم بيحاولوا ان هم يدمروا منشاه علميه زي جامعه النيل ومجرد ان هم يفضلوا موجودين هناك، فدي مش تصرفات ابدا اداره همها العلم بس. يعني on the other hand جامعة النيل يعني هي يمكن أثبتت بالأفعال إن هي مهتمة بالعلم، وإن هي مش بتحاول إن هي توقف جامعة تانية أو إن هي تقفل جامعة تانية، وإن هي بتحاول تسابورت إيفن حتى الطلبة بتوع جامعة زويل علشان يستمروا في الدراسة بتاعتهم. النهاردة مفروض كنا نستلم المباني يوم 1
مايو. لحد النهاردة الحكومة مش قادرة تدينا الصيغة التنفيذية عشان خلافات كتير، فاحنا قاعدين مستنيين نشوف ايه الوضع. بس احنا جايين وكل املنا ان احنا نستلم عشان الولاد اللي في سن 20 سنة يعرفوا ان البلد دي بلدهم وفيها حق وعدل. يوم ما ابني النهاردة يقول لي انا هاخد بعضي وامشي ما اقدرش اقول له اي حاجة، لكن يوم ما يشوف البلد دي حق وعدل ويشوف جامعته ويشوف القضاء معاه ويشوف الدنيا حلوة عمره ما هيقول لي انا مسافر. ولو قال لي انا مسافر هقدر ارد عليه واقول له لا انا عايزك تفضل في البلد دي. يعني انتوا بتتكلموا على شباب، خيرة شباب مصر اكسبوهم بدل ما تطفشوهم. يعني انت بتتكلم على سن 20 سنة، انا لما كان عندي 20 سنة كنت شايفة الدنيا بامبي. هم بدل ما يقضوا وقت في المعامل قضوا وقت في المحاكم والاعتصامات عشان يجيبوا حقهم. بعد ما جابوا حقهم نفذوا لهم حقهم بقى. يعني احنا النهاردة مستنيين قرار الحكومة بالصيغة التنفيذية عشان ننفذ. الحكومة ما اعرفش بطيئة جدا جدا زيادة عن اللزوم. طبعا واخد صف زويل الى حد كبير، مش مع الحق الى حد كبير، بس احنا ورا حقنا لحد ما ربنا يأذن. تمام انا عندي علم ان انتوا حضرتك تمام حضرتك انا عندي علم ان انتوا هتستلموا النهارده. ايوه ده كان المفروض، ده كان المفروض. اولا زي ما انت شايف البوابات مقفوله، دي نمره واحد. نمره اتنين ما معناش صيغه تنفيذيه نهائيه للتنفيذ، فده طبعا يعني ما انت لازم تستلم بصيغه تنفيذيه نهائيه. الحكومه لحد النهارده ما عملتها لكش يعني، وبعدين الكلام ده فات عليه كتير يعني مش اسبوع ولا اتنين ولا. فالحكومه طبعا بتتلكك بان النهارده عيد العمال، فاحنا منتظرين ورا حقنا.